لم تترك الاحزاب السياسيه في العراق بابا من ابواب الفساد الا وطرقته وانتخابات مجالس المحافظات الاخيره ليست استثناء. إذ نتمنى التوفيق للقوى السياسيه المشاركه في الانتخابات فاننا نامل منها بعد ظهور النتائج ان تسرع في تشكيل الحكومات المحليه بعيدا عن التقاطعات السياسيه او الخلافات الجانبيه. الخلافات التي تطرق إليها السوداني قبل ثلاثة أيام من إجراء انتخابات مجالس المحافظات شقت طريقها إلى جميع الأحزاب السياسية لا سيما قوى الإطار التنسيقي وفقا لما تشير مصادر برلمانية فالعنوان الأبرز لهذه المرحلة التي أعقبت الانتخابات التي جرت في الثامن عشر من شهر كانون الأول الماضي هو الصراع على المكاسب وكيفية توزيع المناصب في مجالس المحافظات أما عن كيفية تقاسم الكعكة يكشف العضو في تحالف الإطار التنسيقي عائد الهلالي عن وجود تفاهمات أولية بين الأحزاب المهيمنة تتمثل في حصول تحالف نبني بزعامة هادي العامري على محافظات بابل قار والقادسية وديالة بينما تكون كل من بغداد وواسط والمثنى من حصة تحالف دولة القانون في حين يسيطر تحالف قوى الدولة على محافظات النجف وميسان وذي قار. وبحسب مصادر برلمانيه فان هناك صراعا محتدما يحدث في الخفاء بين قوى الاطار التنسيقي على محافظتي البصره وكربلاء. وهناك صعوبه في تشكيل الاطار لهذه المجالس من دون التحالف مع كتله اخرى. بيد ان الصراع الاقوى هو حول من سيسيطر على البصره. وتتمحور اهميه الفيحاء كما يرى محللون سياسيون حول ثقلها الاقتصادي ومنافذها الحدوديه. وبالتالي فان كل جهه تريد الاستحواذ عليها من اجل زياده نفوذها واستغلال ذلك لصالحها خلال المرحله المقبله، خاصه في الانتخابات البرلمانيه القادمه. ولم يستبعد مراقبون للشان العراقي حدوث هذا الصراع بين الشركاء السياسيين. لا سيما وانه اعقب انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير وخروقات عديده ومقاطعه شعبيه واسعه في صوره تعكس جانبا ضئيلا من مدى الفساد المتجذر في المنظومه الحاكمه والرفض الشعبي لها